الآن وصلنا إلى أسفل عسفان، الركب النبوي في الهجرة مرة غربي، أسفل عسفان جاي من جنوبا من مكة إلى المدينة. في هذا المكان في عسفان سنة صلاة الخوف. احنا قريبين من كراع الغميم، والتقى الجيشان، ترى جيش خالد بن الوليد 200 فارس مع الرسول في هذا المكان، وكانت صلاة العصر، كان خالد بن الوليد ينتظرهم يصلون علشان يهجم عليهم، فسنة صلاة العصر الخوف، فلم يستطع خالد بن الوليد. أهل مكة إذا خرجوا مسافرين إلى المدينة يقصرون بعسفان، لأنه يبعد 78 كيلو عن الكعبة و70 كيلو عن حدود الحرم.